ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فتحدثنا في الأسبوع الماضي عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نتابع الموضوع بالحديث عن الشطر الآخر من هذا الموضوع، وهو شطر إيماني مهم، ألا وهو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولنا إنه شطر إيماني مأخوذ من قسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه رواية البخاري ومسلم. وروى مسلم أيضا في رواية أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل، وفي رواية: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وإذا سمعت قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا سمعت هذه الآية أدركت أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كبير في عالم الإيمان، فلا يكتمل إيمان المرء المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبته لنفسه ولأبيه ولأمه ولأولاده ولماله ولبيته ولتجارته وللناس أجمعين، بحيث إذا تعارض أي شيء من هذه المحبوبات، حتى النفس والهوى إذا تعارض مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتعارض مع شرعه مع أوامره مع نواهيه، فهنا يظهر الإنسان على المحك، فإما أن يقدم شهوته، إما أن يقدم حب أبيه وأمه وأولاده ونفسه وماله وتجارته وعشيرته وقبيلته ودولته، إما أن يقدم حب هذا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وعلى حب الله أيضا، وإما أن يقول هؤلاء كلهم لا يعادلون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم لأثبت لله عز وجل أنني مؤمن حقا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لأن المؤمنين درجات،
كلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن محبة تتفاوت. فبعض الناس يحبه عندما يسمع سيرته، يحبه يشتاق إليه 5 دقائق، فإذا انقضى ذلك الحديث نسي وعاد إلى شهواته وأهوائه، فلا يفكر بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال له مرة ثانية عنه شيء، يتذكره 5 دقائق ثم ينسى أياما وليالي. هذا حبه ضحل. بعض الناس حبه أكثر، وبعض الناس حبه أكثر، وبعض الناس لا يستطيع أن يجلس من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتحدث عنه، إما في كلامه أو يسمع أو يقرأ أحاديثه أو يطبق شرعه في كل حياته. سلوكه يدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أول واحدة فيها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكلمة سوى تشمل كل شيء غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواهما، تحب الله ورسوله أكثر مما سواهما. لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن كل شيء فيه يحب. نحن بطبيعتنا البشرية نحب أشياء، كل ما تميز إنسان بشيء نحب هذا التميز. فإذا رأينا إنسانا رياضيا يتصرف حركات صعبة، فمن دون شعور نميل إليه، نحب أن نراه ونتحدث في مجالسنا عنه. إذا سمعنا عن إنسان شجاع نحب هذه الشجاعة. إذا سمعنا عن إنسان كريم فوق العادة نستغرب ونحب هذا الكرم. إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صفاته وشمائله، ستجد أن الله عز وجل قد حباه وأعطاه من كل صفة مميزة، من كل منقبة عظيمة، أعطاه أحسن ما فيها وجمع له كل هذه المناقب بآن واحد. ففي الكرم صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سأعطيكم رؤوس أقلام، لأن كل واحدة من هذه الكلمات يمكن أن تقوم عليها خطبة كاملة بل خطب. كان في الكرم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يتصدق بواد كامل من الإبل والبقر والغنم، وادي كامل. وكان في الشجاعة، عندما تشتد الحرب كان أبطال المسلمين يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تشتد، صحيح أنهم من حبهم كانوا في بعض الأحيان يقونه بأنفسهم خوفا عليه، ولكن يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يشعرون عنده بالأمان. في غزوة حنين عندما انفض الصحابة الكرام، عندما أدبهم الله في أول الغزوة بسبب الإعجاب بالنفس، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لما انفضوا 20,000 لم يبق منهم إلا 200، وفي هذه المعمعة الصعبة قام صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وصار ينادي أصحابه الذين فوجئوا ففروا، صار يناديهم وهو يعرض نفسه للخطر، ليس معه إلا 200 فقط، كلهم فروا من المفاجأة التي حصلت. ثم أنزل الله السكينة عليهم وأعادهم ونصرهم بعد أن أخذوا درسا في التأديب من الله سبحانه وتعالى. في الحلم كانت جهالة الجاهلين لا تزيده إلا حلما صلى الله عليه وسلم، إلى درجة التبسم. عندما يؤذى من قبل بعض الجاهلين ويصيحون عليه ويمسكونه من ملابسه ويجذبونه، كان يضحك صلى الله عليه وسلم ويزداد حلما، ولا ينتقم لنفسه أبدا، لا ينتقم إلا لدين الله إذا انتهكت حرمات الله. ولم يضرب طفلا ولا امرأة في حياته، ولا يضرب أحدا إلا إذا كان يجاهد في سبيل الله. وإنك لعلى خلق عظيم. الحلم، الكرم، الشجاعة،
كل الصفات الحسنة التي يتميز بها بعض الناس جمعت لرسول الله في أحلى وأعلى مقام صلى الله عليه وسلم، حتى جمال الخلقة. يقولون إن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن كله، إلا أن هيبته ووقاره الشديد كان يمنع من تحديق النظر إليه، فكان الصحابة من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدققون النظر إليه، بل يطرقون رؤوسهم في الأرض وكأن على رؤوسهم الطير. ولذلك لم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكله جمال يعني الخلقة، لم يصفه إلا من تربى عنده وهو صغير. علي بن أبي طالب، الحسن ابن علي، الحسين ابن علي رضي الله عنه، ابن أبي هالة يعني ابن السيدة خديجة الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. هؤلاء الصغار هم الذين كانوا يدققون النظر فيه فاستطاعوا وصفه، أما كبار القوم فلا تجد أحدا من الكبار وصفه أبدا، إلا أنهم يقولون إننا لم نر أجمل منه صلى الله عليه وسلم فقط، أما التفاصيل فلم يستطيعوا بسبب الهيبة والوقار. في العبادة كان أتقى الناس وأعبدهم حتى تورمت قدموه من القيام، وهو الذي غفر له وهو حي، كل ما فعل مع أنه لا يفعل إلا الخير صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا نظرت إلى التميزات الخلقية والخلقية والخلقية تجده عليه الصلاة والسلام قد بلغ فيها ذروة الكمال البشري. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عرقه، العرق نحن يعني نشمئز من عرقنا، حتى الإنسان من نفسه أحيانا يشمئز من رائحة عرقه، كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم ليس له رائحة مميزة فقط جميلة، بل كان يطيب به الطيب. كانت أم سلمة تأخذ من عرقه فتضعه في طيبها حتى يزداد طيبا، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ألا يحب؟ نأتي إلى الميزات التي أعطاه الله عز وجل إياها. أعطاه ميزات لم يعطيها لأحد من الأنبياء قبله، أعطاه مفاتيح خزائن الأرض كلها، وأعطاه الإسراء والمعراج، عرج به إلى السماوات. الإسراء صلى بالأنبياء إماما، دليل أنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماوات وفتحت له أبواب السماء بأمر من الله سبحانه وتعالى، جبريل معه يفتح له باب فيرى فيها ما يرى من عجائب الله، ثم يرى سدرة المنتهى، ثم يدخل فيرى الجنة بعينه، يدخل إلى الجنة قبل أن يدخلها أحد، يدخل إليها فيرى ما فيها. وعلى القول الراجح عند الصحابة الكرام والتابعين أنه رأى ربه عز وجل، وفرض الله له الصلاة في الأعلى، في الملأ الأعلى فوق السماوات، وهذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا كله جعله الله حبيبا له، فهو حبيب رب العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين، خصه الله بأشياء، نصره بالرعب وأعطاه جوامع الكلم، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأحل له الغنائم ولم تكن تحل لأحد من الأنبياء من قبله، وخصه بالنداء، كل الأنبياء ناداهم الله بأسمائهم، يا نوح يا موسى يا عيسى يا آدم، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يناده يا محمد في القرآن أبدا، بل قال له يا أيها الرسول يا أيها النبي، ونهانا أن نخاطبه كما نخاطب بعضنا بعضا، ونهانا أن نرفع صوتنا فوق صوته، وأمرنا بطاعته، وأمرنا بمحبته، وأمرنا بتعزيره وتوقيره. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، إنا أرسلناك، ما فيها يا أيها النبي في سورة ثانية، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموه وتحترموه أشد أنواع الاحترام. هذا كله أوامر من الله سبحانه وتعالى لنا،
وقال له النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بل هو أولى بالأنبياء. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولى بإبراهيم. وورد في الحديث أنا أولى بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. وقال عن موسى أنا أولى بموسى منهم، وهو أولى بنا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا، فكيف لا تحبونه؟ وهو أيضا أعطي من المعجزات ما تسمعون وما تعرفون وما لا تعرفون، منها انشقاق القمر المذكور في القرآن، ومنها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وأعظم معجزة نالها هي كتاب الله الخالد الباقي الذي ختم الله به النبوات والشرائع، وجعل دين الإسلام ناسخا لكل الأديان السابقة والشرائع. كيف لا نحبه وهو الذي يحبنا صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إلى هذه الميزات. لو كانت من إنسان عادي، لو إنسان عادي أعطاك شيئا من المال، تحبه أم لا تحبه؟ إذا إنسان من الناس دفع عنك ضرا، يعني كنت جالسا فجاءت عقرب لتلدغك فنبهك عليها وأنقذ حياتك الدنيوية العادية، فكيف تحمل له هذا الجميل وهذا المعروف؟ طيلة حياتك تقول له جزاك الله خيرا فقد أنقذتني من لدغة العقرب. طبيب يجري لك عملية فتنجح فتشفى، لا تنسى معروفه طيلة حياتك، وهذا جيد، إذ لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا من الوفاء. فماذا حصل لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفع، وماذا حصل لنا منه من درء الضر؟ يكفيك أنه النفع أنه بسببه ستدخل الجنة، وأنه بسببه صلى الله عليه وسلم سيقيك الله من النار، ألا تكفي هذه؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب التي تقع في النار يتقحمن فيها، يعني في بعض الحشرات تحب النار والضوء، فإذا رأت نارا من غبائها تأتي إلى النار تظنه ضوءا فتحترق فيه. فشبه صلى الله عليه وسلم نفسه برجل أوقد نارا، وجعلت أمته تخطئ الطريق فتذهب إلى النار لتحترق، وهو يبعدها عن هذه النار ويقول وأنا آخذ بحجزكم، يعني يمسكك من مكان الزنار والحزام، آخذ بحجزكم هلم عن النار هلم عن النار وأنتم تغلبونني فتتقحمون فيها. من المزايا التي نلناها بسببه صلى الله عليه وسلم أن أمته تكون يوم القيامة ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة والثلث من كل الأمم الأخرى، وأن الله عز وجل يفتي كل مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيهودي أو نصراني من أهل النار، كل واحد مسلم، كما ورد في صحيح مسلم، في صحيح مسلم ورد الحديث أن الله عز وجل يفتي كل مسلم بيهودي أو نصراني ويقول له هذا فكاكك من النار. يدخلون الجنة ويدخل من هذه الأمة ملايين البشر بدون حساب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه 70,000 من أمته يدخلون الجنة بلا حساب، مع كل 1,000 70,000، يعني كم صاروا؟ صاروا 4,900,000 شخص. قال وثلاث حثيات من حثياته، ثلاث حثيات من حثيات رب العالمين، هذه لا تقدر بعدد، لا تقدر بعدد، ملايين الأشخاص يدخلون إلى الجنة من هذه الأمة بدون حساب بفضل الله عز وجل. هذا كله من الخصائص التي نلتموها، التيسير في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه خصيصة لكم. بنو إسرائيل كانت توبتهم أن يقتل أحدهم، ليس لا يتوب الله عليه حتى يقتل، فاقتلوا أنفسكم كما ورد في سورة البقرة.
وكانوا إذا تنجست ملابسهم لا تطهر حتى يقرضها بالمقراض ويقصها بالمقص كما ورد في صحيح البخاري، ونحن نغسلها بالماء وتبقى صالحة للاستعمال سنوات طويلة، إلى غير ذلك من التيمم والقصر والجمع في الصلاة والتخفيف عن الصلاة، القائم يصلي قاعدا إذا لم يستطع، كثير من الأشياء فيها تخفيف عن هذه الأمة بفضل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إليكم، ألا تشتاقون إليه؟ زار البقيع صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم ثم قال لأصحابه: وددت أن لو رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يعني الذين يأتون من بعدنا. هو مشتاق يود أن يراكم. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد؟ قال: يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. أنوار يوم القيامة، الأمم كلها تقف هكذا، إما ظلام أو وضع عادي جدا، أما الأمة المحمدية فتضيء مصابيح، كل واحد من هذه الأمة يضيء وجهه ويداه ورأسه ورجلاه، مواضع الوضوء تضيء في هذا اليوم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد ينظر هكذا فيرى أمته، ولذلك من ألقابه صلى الله عليه وسلم أنه قائد الغر المحجلين، يعني قائد أصحاب النور الناتج عن الوضوء والغسل وما شابه ذلك. يحبكم أيضا بطريقة أخرى يوم القيامة. كل نبي يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، يعني قطعا دعوات الأنبياء إجمالا مستجابة، ولكن في بعض الحالات لا يستجيب الله دعوة بعض الأنبياء، ولكن كل نبي له دعوة قطعا مستجابة يستخدمها هو بما يشاء. كم نبي؟ 100,000 نبي أرسل الله عز وجل، منهم 314 رسولا و 110,000 نبي، كل نبي دعا بدعوته استخدمها في الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ألا تحبونه؟ وهو الذي خبأ الدعوة التي كان يستطيع أن يستفيد منها لنفسه، خبأها لكم ليشفع لكم الشفاعة الكبرى فتدخلون الجنة بشفاعته، التي لا تنال أهل الطاعة فقط، حتى أهل الكبائر يستفيدون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي الدنيا وهو جالس قرأ قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وصار يبكي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ربي أمتي أمتي. فأرسل الله إليه جبريل ليسأله وهو أعلم به: ماذا تريد؟ قال: أمتي يا رب، أمتي. فقال له: قل له، يعني قال لجبريل: قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من صنع معكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تجدوا أنكم قد كافأتموه. فكيف تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى أنك قد كافأته؟ تدعو له بالصلاة عليه، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وتكثر من الصلاة عليه حتى وأنت لن تكافئه، وتدعو له دبر كل أذان بأن يعطيه الله الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود، وتدعو له بأن يجزيه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. من أين أتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي جمع كل الكمالات البشرية، وهو الذي لا يعرف قدره إلا الذي خلقه وأعطاه. إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم، إذا كان رب العالمين هو الذي سمى هذا الخلق عظيما، فماذا نتكلم نحن؟ إذن هذا شطر إيماني ضروري،
ضروري جدا إيماني، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه حتى يكون أحب إليه من نفسه، من ما من والده وولده والناس أجمعين. عمر رضي الله عنه يوم من الأيام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال له: أنا لا أكذب عليك، أنا أحب نفسي أكثر منك. قال: أبدا يا عمر، لازلت مخطئا في هذا. فكر عمر، وجد فعلا لو أنا أحب نفسي أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت بأمر خالف هواي، إذن سأتبع هواي لأني أحب نفسي أكثر. قال: والله يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، الآن بدأت يعني تصحح الأمر تماما. ثوبان تخلف عن المسجد أياما مريضا. أين ثوبان؟ قالوا: يا رسول الله مريض. عادوا: ما بالك؟ ما الذي حصل معك؟ قال: يا رسول الله، أنا فكرت، أنا لا قدرة لي على فراقك، أحبك محبة شديدة، فكرت أنك يوم القيامة ستكون في مقام عالي وأنا لا أستطيع أن أصل إليك، فمرضت من هذا التفكير. كيف سأكون إن دخلت الجنة، كيف سأكون معك وأنت في مقام عالي وأنا لن يمكنني أن أحصل هذا المقام؟ فنزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. امرأة في غزوة أحد يقال لها بعد الغزوة: مات أبوك. تقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لها: مات زوجك. ماذا فعل رسول الله؟ أخبروني عن رسول الله، لا تخبروني عن أبي ولا عن أخي ولا عن زوجي. يقولون لها: مات أخوك، وهي لا تبالي. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم فرحت وقالت: كل مصيبة بعدك جلل، المهم أنك أنت بخير، المهم أنك أنت بخير يا رسول الله. أبو دجانة حمى النبي في إحدى الغزوات حتى صار ظهره كالقنفذ، بدل الشوك سهام رميت على النبي فتلقاها بظهره هذا الصحابي الكريم. أبو طلحة تلقاها بظهره حتى صار ظهره كالقنفذ من كثرة السهام، وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي. هذه محبة. الجذع الخشب قطعة من شجرة نخل، جذع وقف عليه صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما تركه واتخذ المنبر صار يبكي الجذع ويحن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه الصحابة بآذانهم حتى ربت النبي عليه فسكت، وفي رواية: وعده أن يكون من أشجار الجنة. أحد صعد عليه صلى الله عليه وسلم فاهتز طربا فقال: أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. وقال أحد جبل فخر، قال: أحد يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، فكيف يقول المؤمنون المسلمون البشر الذين نالوا كل هذا الفضل وغيره أضعاف، كيف يقولون في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عظمه الله وأكرمه وشرفه ووقره وأحبه وعظم نسبه فجعله من خيار الأنساب، قال: أنا خيار من خيار، وأكرم أهل بيته فقال: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وعظم أقاربه واحترمهم في القرآن فأمرنا فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وجعل بنته فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، وفي رواية قال: ألا ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، وجعل ولديها الحسن والحسين سيدين شباب أهل الجنة، وعظم أصحابه واحترمهم في القرآن وقال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، جعلهم أهل لكلمة التقوى
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له مزية. حتى بلد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيها سورة كاملة سماها سورة البلد، فقال لا أقسم بهذا البلد، يعني لا ليس الأمر كما تقولون، أقسم بهذا البلد. وأقسم فيه أيضا وقال والبلد وهذا البلد الأمين، أقسم بالتين والزيتون وطور سينين، وهي مواضع، مواضع التين والزيتون هي الأراضي المباركة من بلاد الشام لأن فيها أنبياء ورسل كثيرين، ثم أقسم بمكة فقال وهذا البلد الأمين. فكل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه الله، يحبه ويأمرنا بحبه ويأمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره لأن فيه خيرا كثيرا لنا. فهذا شطر إيماني ضروري يتابع موضوع الطاعة التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. فأسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا لكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا سريع، يا شديد البطش يا جبار يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع، اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك، اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك، اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. أسألك بأسرار هذه الدعوات المستجابات أن تعطينا ما سألناك، أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك.
وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله عادت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم فرجا عاجلا للمسلمين يا رب. اللهم فرجا عاجلا للمسلمين يا رب. اللهم فرجا عاجلا للمسلمين يا رب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين آمين. صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.